مساء الخير، عندي كلام مهم جدا وأبغى أقوله وأتمنى الكل يسمعني. حاجة كده من داخل صميم أعماق قلبي نفسي أبوح بها، مسألة تقبل الآخر كما هو. كل ما كانت العلاقة أقرب وفي الفترة الزمنية اللي نعيش فيها مع بعض أكثر، كل ما كانت المعرفة نسبتها أعلى، لكن ما هي معرفة كلية. في الدنيا هذه إحنا البشر أبدا ما نشابه بعض، اثنين أخوان طالعين من نفس البطن ومن نفس الأب إلا أنهم مختلفين. حكمة الله سبحانه وتعالى تتجسد في اختلاف بعض الحاجات اللي لا يمكن اثنين يكون عندهم نفس الشيء. بصمة اليد، الحمض النووي، الدي ان اي، ما إحنا زي بعض. فما بالكم بأشياء كثيرة جدا زي الأفكار، الصفات، الطباع، الاهتمامات. معليش اسمحوا لي، اليوم أنا بتكلم بكل شفافية. في فترة سابقة من العمر، من فترة الفكر الضحل، كنا نعيش في مجتمعات كانت تنتقد مجتمعات أخرى، وناس تنتقدك من بني جلدتك أو من جماعتك أو من أبناء مجتمعك الصغير، يقولوا لك أنت كيف قادر تعيش مع المجتمع الآخر ذاك؟ وإذا جاء تصرف مننا تجاههم قالوا هم أصلا كذا وما عليهم شرها. في نفس الوقت إحنا برضو لو جاهم خطأ منهم قلنا هم أصلا كذا وقدنا غاسلين جدا. كبرنا، وعينا، تعلمنا، سافرنا، رحنا، جينا، عاشرنا الناس، اكتشفنا انه كل الافكار اللي كنا نفكرها اول خطأ. وعينك ان ابدت اليك معايبا فقل يا عين للناس اعينوا. انت اذا كنت تنظر للناس بهذه النظرة فيهم وفيهم، ترى في ناس في مكان ما بينظروا لك نفس النظرة وممكن اقل. للأسف الشديد الناس ما تحب الانسان المختلف، تحب الإنسان اللي قص لصق مشابه لها وماشي على نفس الروتين، وتحارب الاختلاف وينسوا أو يتناسوا أو حتى ما يعرفوا بأنه الاختلاف سنة كونية. الله سبحانه وتعالى هو اللي أوجد هذا الاختلاف وخلى الحياة مليئة بالخيارات اللي الإنسان اختارها لحياته ويعيشها، وهو حر. حتى في المسائل الدينية الاختلاف رحمة، بعض الاختلافات يجب أن تحترم لأنه الإنسان أصلا ما له يد فيها. من ينشأ في مجتمع يتبنى فكر أو مذهب أو دين أو أسلوب حياة معين، هل هو لما كان في بطن أمه سئل إيش رأيك كيف تبغى الحياة وفي أي مجتمع بتطلع، مين تبغى أبوك وأمك، كيف تبغى اللغة اللي يمشي، ولا هو طلع وعي على الدنيا ولقي نفسه كذا؟ كلامي من واقع تجربة. أتذكر قبل أكثر من 10 سنوات من الآن يوم دخلنا عالم الإعلام الجديد عن طريق اليوتيوب، كنا نحب الحاجة اللي نسويها من تمثيل وكوميديا، عايشين عمرنا في ذلك الوقت. ومع الأيام الإنسان فكره تغير. ترى ما في مشكلة أنكم تشوفوا إنسان يقول كلام الآن ويغيره بعد 4-5 سنوات، لأنه طبيعي جدا أن الإنسان بيتغير وبيتطور، والتجارب والمعارف ترى بتغير من شخصية الإنسان. لا شعورية لقيت نفسي بدون ما أخطط أني أقول كلام توعوي. أول من استنكر ورفض هذا الشيء هم أقرب الناس لي، أصحابي وزملائي، يقولوا لي أنت قاعد تتصنع، هذا مو أنت وهذه مين شخصيتك يا عمي، أرجع زي ما عرفناك. قيسوا على الكلام هذا حاجات كثير، وهذا ما ينطبق علي الوحدة، أنا عارف أنه ينطبق على معظم الناس اللي لهم في تعدد المجالات. كل ما دخل مجال إما يقبل أو يرفض، إن قبل فاعرف أنه لو بيروح مكان ثاني الناس ما حترضى، أو يرفض من البداية إلين ما الناس تبدأ تقتنع بالحاجة اللي يسويها لو هو ما ترك الحاجة دي. كذا خلونا نرجع للكلام اللي دائما يقال بأنه إرضاء الناس غاية لا تدرك. الإنسان فيه الكثير من الاهتمامات اللي يحبها. كل واحد فيكم لو رجع بالزمن وراء حيلقى نفسه في حاجة يحبها ما قدر يكمل فيها في حياته، الوظيفة أخذته أو أي سبب من أسباب الحياة وخلاه ما يسوي الحاجة هذه اللي يحبها. من أبرز المشاكل اللي تصير بين الرجل والمرأة في بداية حياتهم أو حتى في فترة الخطوبة قبل ما يتزوجوا هو أنه في نسبة من عدم التقبل من الطرفين. هو خطبها، هي قبلت، لكن هي تشوف انه كويس في 1 و2 و3، لكن 4 و5 و6 و7 مو تمام. هو نفس الشيء يعني في الزمن هذا اصبح الواحد يبغى يرتبط بالطرف الاخر ويبغى مفصل تفصيل على مقاسه بمواصفات في خياله، هو يبغى بلون معين، بشكل معين، بطول معين، بنبرة صوت معينة، امكانيات مادية معينة، بالرومانسية بالشكل الفلاني. هذا شيء مستحيل، ما هو جاي في كتالوج، والكمال لله وحده. واللي بيحاول يغير من الناس يبغاهم بالشكل الفلاني بالطريقة الفلانية، هل راضي عن نفسك 100%؟ كلنا ذلك الإنسان المليء بالأخطاء اللي يعرف أخطاءه تمام ويعرف نقطة ضعفه. الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان يعرف قدر نفسه، وبنحاول قدر الإمكان كل واحد فينا قادر يحاول ترى يغير من الصفات السلبية اللي فيه، لكن هي ما هي ضغطة زر، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم.
مهما ادعينا المثالية في أقوالنا وفي أفعالنا، إلا ما حنخطئ أمام الناس أو حتى من وراء الناس بيننا وبين ربنا سبحانه، وندعينا الله يتوب علينا، لكن إحنا بشر في الأخير. لذلك إذا آمنا بالاختلاف اللي بيننا يا البشر، نتقبل بعض زي ما نحن، إن شفتني أخطئ فأعرف إنه هذا طبيعي جدا، أنا جبلت على الخطأ لأني بشر، وإن شفتني أو شفت غيري يعيش مجال آخر أو مجالات أخرى غير المجال اللي تعودت عليه، لا تحاول تعدل منه أو أنه تبغى على هواك أو تغير نظرتك تجاهه بناء على ما ترى أنت. ربما يعيش جانب من جوانب شخصيته اللي أنت تجهلها، ما تعرف نشأته، بيته، مجتمعه، الفكر اللي هو متبنيه، الاهتمامات. الإنسان مليء بالاهتمامات اللي هو أدرى بها في حياته. كل هذا الكلام ما ينفي إنه ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وانصح نصيحة، لكن إذا الشيء ما يخالف الشرع ولا يخالف الذوق العام ولا يخالف، يعني حتى ما بقول العادات والتقاليد، لأنه مو كل العادات والتقاليد ليست قرآن. لا نتقبل الإنسان كما هو بسلبياته وإيجابياته بكل ما فيه، أو نبتعد عنه إذا لم تتآلف الأرواح. لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم.